وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وهو الذي أرسل الرياح نفاسا يلك قوم رسونه بشرا أبصاري سيهون بين يدي رحمته كأزنته في تلفيت وأنزلنا من السماء ماء طهورا كسمائم نسوه يهون ويم ليلان يميا سدا يهون نوها أوردنا لنحيي به بلدة ميتا يموتتشن أغر هياو لنا در قبت بزيابوها ونسقيه مما خلقنا كفترناچو انسساتوچم يانن وحالنا دتا انعاما واناسيا كثيرا انسساتوچنا بركاتا سوچنم ولقد صرفناه بينهم ومكاكلاچو اقلباب سنوال ويم قايرنوال ليتذكروا انديجسسو ويم لب انديلو فابى اكثر الناس الا كفورا ነገር ግን ከሰዎች አብዛኛዎቹ ክህደትን እንጂ እንብያሉ። እዚ ደግሞ የዝና የንፋስን ጠቀሜታ ነው እየነገረን ያለው رب العالمين ሁሉ ነገር እዚ ዓለም ላይ ያለ ሁሉ ለሰዎች አገልግሎት ይሰጣል خلق لكم ما في الارض جميعا እንደሚለው ንፋስም ይሰጣቸው አገልግሎቶች በጣም በርካታ ናቸው ዋናው ግን እዚ አያ ላይ የተጠቀሰው بشرا بين يدي رحمته كأزنته بفيت أبساري هونو زناب كمزنبو بفيت زناب بمتعتون لما ملكت شو شو يمي النفاس لك أنا عالنا أمير مبشرات بمجيء السحاب بعدها كالصابوها لا دامنا اندمي متى لما بسر مالا قلي كنفاس أقل قلوتوج مهكل عندوي هيسيهون ليلة نيو دقمو دامنا ونم راسو كاندبوتا وداندبوتا يمي أبواقوزو نفاسنا وارسلنا الرياح لواقح بمالت ليلا بوتالا يجلصوال كوحالا منداو مستنو مشكمو مستنو منها ما يحمله ومنها ما يسوقه ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشرا كدامنا وفيت ابصار غنوم ممتعلا مدر لما سدات يمي لكك ينفاس اينتم مالا تركي مركيوناك بس بصوت ارارقو ليلا بوتالا يوروروال مالا وأنزلنا من السماء ماء طهورا كسماي يمياز أدا يهون نوها أوردنا طاهرنا طهور ليقولنا تعالاتو بعربي نعقوان قادة رجاء طاهر مالت راسو نسوه يهون مالت طهور مالت رقمو راسو نسوه كمهون عالفو ليلانم يماز دات إنا يمانس آت أكم يالدو مالت وهان يمسل رقمو ماز دات يميشل يلا سلزي هوت باتتك علي بوهالين يقومتشو وجعلنا من الماء كل شيء حي الى الله سبحانه هيوت يالون نغر كله كوها ادرغنو الى لنحيي به بلده ميتا بزيا وها دغمو يموتچن اگر هياو لنادرغبتا مدرم تموتالچ يسوا موت مندنو بفيتو علاي ينبرو سار قطروج رغفو طفتو الى علاي ارتب نغر متاطا يحيي الارض بعد موتها مدرك موتج وهلا هياو يا درغاتال وكذلك النشور الى البريلايا ان انتم كمقابر مكسكساچو اندذو نو مدر تكلوانا اتا درقا وهلا اندمتلملمو كله
كتفاجهنا أنت الناس قاتجه كتلي أي بوهالا من اللي سوما انسات الله سبحانه وتعالى أي السانة وملا فهي هامدة لا نبات فيها تكليل اللبات دركين برجوا دنقت زناب سيزن ببات ودا أرون قادين نتكيرا لك فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تنكسر كسر لك وربت تدبر لك وأنبتت من كل زوج بهيج أسدسات كهونو تند نغروج كله تابك لالجا تكلوج بكلو السا من دنو مسدود متاعا لكم ولأنعامكم نوميلا لأن أنت النال إنسسات وچاتشو مقل قيانو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم كسماي وحاوردوك لأن أنت رزق يميهون فرافري وچنا وطالاتشوها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إياوك أتشوهون ولا تشول الله بالا أنت وچنا أفقار وچنا أتارو الكل جيت أتشوهم سرويلة بل إلى آيام ألم ليلو تكمي تودوكمو ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا كفترنا تشو انسسات وچنا سو وچن بركاتا وچن لنها تتابت النازم بوعن لنا وهاك الكمسو دوكمو لنورو يچلو يهيوت مسرت سلوهونا ዝናብ በመጥፋቱ ወይ ሞሃ በመቋረጡ ከህይወት ላይ ተስፋ ቆርጦ የነበሩ ሰዎች رب العالمين ድንገት ያዘንብላቸው እንዳድስ ተስፋቸው ይለመልማል وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ተስፋ ቆርጦ በኋላ ዝናብን የሚያወርደው እዝነቱንም ለህዝቡ የሚያሰራጨውና وابي هنا ومسكون جيتاكو الله نو على وقعته تموي فانظر الى اثار رحمه الله يا الله ان اذنت وديت استي تملكته كيف يحيي الارض بعد موتها مدر كموت جبالا انديت ياو اندم يادرغا دستي هذا ان الله لمحيي الموتى مدرن كموتج اندم يانسات كل موتانوچنم يانسال انه على كل شيء قدير وقلنا لا تشاينو نال ولقد صرفناه بينهم አቀለባብ ሰነዋል ወይም ለዋውጥነዋል በመካከላቸው አለ ምኑን ዝናቡን ማለት አንድ ቦታ ላይ የሚወርድበት ወቅት ሌላ ቦታ ላይ ከሚወርድበት የተለየ ነው መጠኑም የተለየ ነው ግን ለሁሉም ኮታ አለ ወነዘልና ሚነ ሰማይ ማአን ቢቀደር ኢላህ በመጠን ነው ጠብታዎቹም ተመጥነው ነው የሚወርዱት ምድር ላይ አገልግሎት እንዲሰጡ ማለት ነው ሲፈልግ ግን አላህ ሲቆጣ ያንዱን አገር ኮታ አንዱ ላይ ይደርበውና በዶፍ ዝናብ ይጠርገዋል ሌላውን ደግሞ ኮታውን ይከለክለውና በድርቅ ያሸዋል ማን ለምን እንዲህ አደረከው ብሎ የሚጠይቀውም ይል ይሄ መቀለባበሱ ልብ እንዲሉ ነው ወለቀድ ሰረፍናሁ በይነሁም ሊየዘከሩ እንዲያስታውሱ እንዲገነዘቡ ለካስ ቀለባችን ከሰማይ ነው የሚሰፈርልን እንዲሉ وفي السماء رزقكم وما توعدون على الميل رزقاتهم يمطاوم كسماي نوال كسماي دابو يزنبم ويم منجرا كسماي يميزنبو وها نو يا لو وها كن مغبوچو ايغنيومنا الله سبحانه وتعالى بزي ملكو يقلب ابس يا وردوال لياستاوسونا ليغنزبو يرداچو زندال كن هي هونو ياله سنتوچناچ يتغنزبو فابا اكثر الناس الا كفورا كسوچ ابزاهانياوچو ከመካድ በስተቀር ሌላን እንብ ያሉዋል አማኞች ከካሃዲያን ያነሱ ናቸው በቁጥር ደረጃ ማለት በክብር አላህ ዘንድ ከፍ ያሉ ቢሆኑ وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ከሰዎች አብዛኛዎቹ የቱንም ያክል እንዲያምኑ አንተ ጉጉት ኖሮ ደፋ ቀና ብትል እንኳን አማኞች ሆነው አታገኛቸውም ይላል وقليل من عبادي الشكور ከኔ ባሪያዎች አማኞች ጥቂቶች ናቸው የክህደታቸው ክህደት ዝናብ ሲቀርባቸው እንዲህ አይነት ኮኮብ ስላል ወጣ ነው የቀረው ይላል ወይም እንዲህ አይነት መቃብር ላይ ይሄን የመሰለ በሬ ወይፈን በግ ዶሮ እንደያቅማቸው ካልታረደ ዝናቡ አይመጣም የዝናቡ ሸህ እየተባለ የሚደረግ ነገር አለ ሲዘንብላቸው ደግሞ አልহামዱሊላህ ጌታችን ዝናብ ሰጠን በማለት ፋንታ ሙጥርና ቢነው ኢከዳ እንዲህ አይነቱ ኮኮብ እኮ ዝናብ ተሰጠን ይላሉ ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه يوما على اثر سماء اصابتهم
ዝናብ ዘንቦላቸው ከሱብሑ ሶላት በኋላ ዞር ብሎ ሰሓቦቻቸውን አንድ ቀን አነጋገሩ። አተድሩነ ማዛ ቃለ ረብኩም፣ የእናንተ ጌታ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? አላሁ ወረሱሉሁ አዕለም አሉ ሰሓቦች፣ አደበኞች ናቸውና አላህና መልእክተኛው ያውቃሉ እንጂ እኛማ ምን አውቀን ሲሉ ቃል አስበሐ ምን ዒባዲ ሙእሚኑን ቢ ወካፊር፣ ከባሪያዎቼ ከሃዲያንና አማኞች ሆነው ለሁለት ተከፈሉ። فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب با الله جروتانا با الله هزنت زنابا غنين يمبل كالا يا سو بني أمننا كواكبتن يكاد نور وكوب قطرا مبالو النقر يالا أمنا بتمالا. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا بندها ينتكو كوب قد بركتنا يزن بلنا يميل سو قال دغمو فذلك كافر بمؤمن بالكوكب اني نكاده كوكب يامن انه بلوا رب العالمين قالوا نبي صلى الله عليه وسلم ايهم ايا فابا اكثر الناس الا كفورا كسوچ ابزاهنيوچو مكادن انجي انبيالو انا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ولو شئنا بنشانورو لبعثنا في كل قرية نذيرا بيان داندو مندر استنكاك نبي ما بلاكنا نبرا فلا تطع الكافرين كهديانا اتتالزاتشو وجاهدهم به جهادا كبيرا بزي قران كباد هنا ويم تعلق هنا انتقل تاغلاچوا وهو الذي مرج البحرين ولدت البحر يقلاقلو مسونو هذا عذب فرات يهي طافاچنا اركي يونه يميطم نو وهذا ملح اجاج يهي دغمو چواما مرغاغا نو وجعل بينهما برزخا በመካከላቸው ግርዶሽን አደረገ ደረቅ መሬቶችን ማለት ነው ደሴቶችን እንበል ወሂጅራን መህጁራን የተጋረደ ግርዶሽን ማደረገ ረቂቅ የሆነ وهو الذي خلق من الماء بشرا ሰውን ከውሃ የፈጠረውም እኮ እሱ ነው فجعله نسبا وصهرا ዘመድና አማችም ያደረገው الله ነው وكان ربك قديرا ያንተ ጌታ ቻይ የሆነ ጌታ ነውና እንግዲህ ሙሽሪኮች በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ካነሷቸው ሹቡሃቶች ወይም ትችቶች መካከል አንዱ አንተን እንደላከው ሁሉ እኛን ለምን አይልክም? ለንኡሚነ ሐታ ኑእታ ምثل ما أوتي رسول الله ያ አላህ መልእክተኞች የተሰጡትን አይነት ካልተሰጠን አናምንም። لولا يكلمنا الله منه الله እኛን ያናግረን እኛን ንቆ አንተን ባለሟል ያደረገው لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم كولت كتموچ تعلق سو تمرطو قرانو لمنال وردم بانت بمسكينو لاي موردو لمندنوال انانت اندالاچوتم مدرج ايسانوم رب العالمين جن بذي كله يعلم حزب عندي بقال بلو فقادو هي هنا يسون فقاد دغمو نقفو مانم ليقيرو يميچل يلا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا بنفلق نورو ለእያንዳንዱ መንደር አስጠንቃቂ እንልክ ነበረ ድሮ ሲደረግ እንደነበረው ማለት ነው። ወይም ምን ቀሪየትን ኢላ ኸላ ፊሃ ነዚር አለ አስጠንቃቂ ያላለፈባት አገር የለችም። ወይም ምን ኡመትን ኢላ ኸላ ፊሃ ነዚር አስጠንቃቂ ያላለፈበት ህዝብ የለም። ወሊኩል ቀውሚን ሃድ ወለቀድ በዐትና ፊ ኩል ቀሪየትን ረሱላን አን ይዕቡዱ ላህ ወጅተኒቡ ጣጉት ተልኳል በድሮ ጊዜ። በአሁኑ ጊዜ ግን ባንድ መልእክተኛ ተጠቃሎ ሁሉም ባንድ መመሪያ እንዲጋዝ እንዲጓዝ ጌታ ሽቷል። ብሻኑሮ እንደዚያው እንደ ድሮው መከተልም ይችል ነበር ያም ለውጣላ መጣም የሚክድ ሰው ሁሉ ግዜም ይክዳል።
ولكننا أمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن لقرقنيا لذي كل يسولج إيهن قرآن تادرس زند أزنحل لأنذركم به ومن بلغه اندلون يتازلون إن أنت لا استنكك قرآن يدرسون سوهل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده كأحزابات إيهن قرآن مكر كالة يسوك طرو ساتتهنا لتنذر أم القرى ومن حولها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا እንግዲህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተልኮ ዓለም አቀፍነቱን የሚያሳይ ነው። እዚቹ ምዕራፍ መጀመሪያ ላይ تبارك الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا ለዓለማት ህዝብ አስጠንቃቂ ይሆን ዘንድ ለኢላቀ ለዓለማት ህዝብ አንድ ሰው በመላእክ ፋንታ ለያንዳንዱ መንደር አንድ መልእክተኛ መልአክም አልተሳነውም ህክማው ግን اقتضت ان تكون الرساله الخاتمه لرجل واحد فአንድ ሰው አማካኝነት ብቻ እንዲሆን ፈልጓል አላህ Subhanahu Ta'ala ስለዚህ አንተ እነሱም ያነሱትን ተዋቸውና ፈላ ቱጢዒ الكافرين አትታዘዛቸው የሚሉትን ነገርም አትስማቸው ሊያርበተብተህና ሊያስጨንቀህ አይገባም وجاهدهم به በቁርአኑ ግን ታገላቸው اقيم عليهم حجتي الرساليه የኔ መልእክት የኔ ማስረጃ እንዲደርሳቸው አድርግ በሌላ አያ እንደሚለው يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ዚላይ ታገል ማለት በፊሚዳን الفكر በአስተሳሰብ ደረጃ ያለን ትግል ነው እንጂ በጦር ሜዳ ያለውን አይደለም وجاهدهم به اي بالقران ማለት القران ንዘህ እነታቸው እንዲስተካከል ጥረት አድርግ ታገል አላችሁ وهو الذي مرج البحرين ይገርመው ቀደም ሲል ስለተፈጠሩ አስደናቂ ነገሮች ተናገረ ስለ ንፋስ አገልግሎት ስለ ዝናብ አመጣጥ ተናገረ ዝናብ ምድርን ህያው ለማድረግ ይመጣል አለ እዚህ መሐከል ስለ ቁርአን መናገሩ ለምንድን ነው ልክ ዝናብ ለምድር እንደሚያገለግለውና የሞተችን ምድር ህያው እንደሚያደርገው ሁሉ ቁርአንም ለቀልቡ ዓለም መድኃኒት ነው ማለት የደረቀችን ቀልብ ያረጥባል የታመመችን ያሽራል وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه وشفاء لما في الصدور لبونا بشتاوچ فوز نو بلو اندገለጸው ሁሉ ስለዚህ ስለ ቁርአን ከተናገረው በኋላ መጀመሪያ ዝናብ ነበር የተናገረው አሁን ደሞ የባህርን አነሳ وهو الذي مرج البحرين ሁለቱን ባህሮች ያቀላቀለ እሱ ነው አለ ምን ማለት ነው ሁለት አይነት ውሃ አለ እዚህ ምድር ላይ ጨዋማ ውሃ አለ የተላልቁ ቂያኖሶች ብሎም የተላልቁ ሃይቆች ውሃ ነው ያ ውሃ ጨዋማ መርጋጋ ነው እንደዚያ ሆኖ መፈጠሩም የራሱ የሆነ ህክማ አለ ምድር በመከርፋት እንዳትበላሽ ጨው የማጥቃጠል ባህሪ ስላለው ያጠፋዋል ሽታዎች የተለያዩ እንስሳቶች ባህር ውስጥ ይኖራሉ እዚያውም ይሞታሉ ስለዚህ ምን ይሆን ነበር ብክለት ያጋጥም ነበር ከዚያም አልፎ ህዋውም በተበከለ ነበር ላኪን ረብ አልዓለሚን ማሊህ አደረገው ሰዎች የሚጠቀሙበት ደግሞ ጣፋጭ መሆን ስላለበት የጉድጓድ ውሃዎች የምንጭ ውሃዎች የጅረት ውሃዎችን ደግሞ ምን አደረገው አዝቡን ፍራት አደረገው ሁለቱ ሲገናኙ ደግሞ መጀመሪያ እንዳይገናኙ የምድር ግርዶሽ አለ وجعل بينهما برزخا ብሎ የገለጸው ማለት ነው አንዱ ውቅያኖስና ሌላ ውቅያኖስ የማይገናኙ ሚለያቸው ሰፊ ለሰዎች መኖሪያ አመች ሆነ ቦታ አለ የምድር አብዛኛው አካል ውሃ ቢሆንም እንኳን ሲገናኙ ደግሞ ጨዋማው ውሃ ረጋበት ቦታ ላይ ረግቶ ንጹህ ውሃ ከላይ የሚመጣ ከሆነ ሳይቀላቀሉ ተንሻሎ ማለፍ ይችላል እመሐከላቸው ደግሞ ረቂቅ የሆነ ግርዶሽ አለ ያ ግርዶሽ በቁርአን ተነግሮ ነበር በተጨባጭ ግን ዛሬ ነው ሰዎች በሳይንስ ብዙ ጥረት አደረግን ካሉ በኋላ እውነትም ሁለቱ ነገሮች አይቀላቀሉም ይላሉ የሚናገሩት hatta መልኩ እንኳን ተለያይቶ ንጹህ ውሃ የራሱ መልክ አለው ያኛው ውሃ የራሱ መልክ አለው ከላይ ዝም ብሎ እንደ እንስሳ ተንሻሎ ወደ ሌላ አገር የሚሻገርበት ሁኔታ ሁሉ አለ سبحان الخالق الديان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات فرات ማለት በጣም የሚጣፍጥ አርኪት ማስወጋጅ ሆነ ውሃ وهذا ملح يلمو جو نو وجاج اجيك بطام يمرغك نو لتوصلوا اتشل
لتلاقي يزديك حالات الرهو بستكر لتم طهراناتك. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا دندان يهون قردوش هذا الرقى يما يتايرك قردوشن هذا الرقى إلى. وهو الذي خلق من الماء بشرا كوها غارا يالو وريسا يالك أهون دقمو يسوم النشا يهونون وها أنس كوها سون يفترم السنوال وند الناس عندي قنانيو الله سبحانه وتعالى በጾታ ፈጥሯቸዋል ከተገናኙ በኋላ ደግሞ የሁለቱ የዘር ፈሳሽ ከሁለታቸውም ቁጥጥር በሆነ ቦታ ላይ እንዲገናኝ አድርጓል ምንድነው የሚለው አለም ነخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين ምቹ የሆነ ማረፊያ ላይ አደረግነው ይላል ለዚያ ለሚጸነሰው ጽንስ ምቹ ነው ሁለታቸው በፍላጎታቸውም ጭምርም አይደለም የሚያደርጉት نسو للي لا حاجة لراسات جو سميت بلو الله سبب هذا القوطة ستارا لتنفيذ القدرة الإلهية لقيتان تأمر ويتلوتا ما لفي على درقو بولت مهاتكال يمفلالك تفطرو ويمفلالك انتن فطرو فزياء مهالي قنان يال يوندن يسيتو ولتو آندلاي كتقنان يبوهالا يتسأل نسا كوها سونفتر مالتهن ألم نخلقكم مما إمهين يمناك كهون وها الفترناتهم من دي فلينظر الإنسان مما خلق سو كمن اند تفتر يملك خلق من ماء دافق تسفن تاريكهون وها تفتر يخرج من بين الصلب والترائب كون دي شنتنا كسيتر قبكبت معاكل يمي وطايهون كذلك في قرار مكيني كنانا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة كتبتا فترنا أمشاج كلك الفهول يولدت تواسوا اللبت ولد نبتلي للموكر ونوال أيحسب الإنسان أن يترك سدى كنتو يمين لك كما سلوى اللي ألم يكن نطفة من مني يمنى مفسك هنا يزر فساشي أنت تتبتا النبرا من دي السويلة أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين سولمهن إنيا كتبتان لفترنا ياكم من دي كذا وهلا يوتعلت تكراكاري هنو مانو فتاري مانو ميكسك سنملو ونسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رمي كبسبس شفو هلا أتمن هي أمي أدرقو مانو سويا لي كراكرا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة لما جمر يا قزي أسقين يو الله نوام ناس نصر نقرأت توالي هزيهم بوتالاي وهو الذي خلق من الماء بشرا سون كوها يفتره السنوال فجعله نسبا زمر يادرقو لولدت وها سيقنان مكاكلات جومي ولدو لولدت تاتشو زمدو چولو زمري هنا مجمريا زمدنا يفترال كذا وعلا دمو كفسيل ماقباتي فلقال سنبترا وصهرنا عما چادرقيلا صهر ملو قال ودزي ترقم كما امتعطوا بفيت صهر يصهر مات عند النقر أكلت الناس هرّوا مالا صهر الحديد يبانا برتنا أكلتوا سرّوا مالا الله سبحانه وتعالى من إياد الرقنا هلتم بان لا يقنعينتو كما كاكلات شورقمو للا نقر يا وطال حكمة الباري جل وعلا وكان ربك قديرا يعني تقيتا چاي نوال چلوثاو قدب اللهم منا يهين انسرطوال يهين بمجنزب بيانس راسات جهونو وقونو ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش
الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ويعبدون من دون الله كالله للا يملك عدو ما لا ينفعهم يما يتكماتشو ولا يضرهم يما يقوداتشوهم يهونن أكال وكان الكافر على ربه ظهيرا كهادي بكتاو ونجلاي لسيطان أكارنو النهار وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا أنت نكو أبسارنا أستنكاك يادف قننجي هلاكنا قل بلاتشو ما أسألكم عليه من أجر بزي بما درغلاچو دعوا كفيا التيقاچوم بلاچو الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا ودگيتاو منگد مياز يفلگ سو بچا سيقر اسو گن اندي مررا فلگالهو وتوكل على الحي الذي لا يموت يما يموت بهونو هياو گيتا تمكا وسبح بحمده كمسگانا او گار قلاقلهم اطراو وكفى به بذنوب عباده خبيرا يبارعوچون حطياتوچ بماوق بكل بسو يبقى الذي خلق السماوات والارض وما بينهما سمايات مدرنا بمكاكلاچو يالو نغروچنم يفطر يهونو في سته ايام بسدست قنات است ثم استوى على العرش كزيام كذفانو بلاي هنا الرحمن رخروه يهونو جيتا فاسأل به خبيرا ثلاثه واستواكين طيق واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن اتجرهرو له نو جيتاچو سجدوا لتبلو سينغراچو قالوا وما الرحمن رحمان مالته دغمو مندنو الى انا اسجد لما تأمرنا انت لاززكن هولو انسجد اندي يلونا وزادهم نفورا مبرغغن يصمراچو الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ولا يضرهم ايه كافروچن جهلنا دنقرنا من ياهل اند درسا ايجلص ايولو دنق سراو ايتايه يراساچو افطاطر بزورياچو يالو فطرتات اسدناقينت سماي مدر كواكبت جراتوچ ونزوچ طافاچوها مرغاغاوها كلاي سيتكسو ينبروت نغروچ هولو ود عند جيتا املكاچوچ ناچو فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكه وتسكينه ابدا شاهد وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد كل نجر يجيتان عندنت يا ملكته ياله ايهنن جورو دابالبس بلو ايتو اندالايو وكاي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون كفرا مرتو ኮንፈረንስ ይመጡ ደግሞ የተሻለ አማራጭ ሆኖ ቢሆን ኖሮ አይ ብልጦች ናቸው ወደ ተሻለ አቅጣጫ ነው የሄዱት ይባል ነበር ከአላህ ሌላ የሚገዙት እኮ ጥቅም ቢፈልጉ ሊጠቅማቸው የማይችል ጉዳት ቢመጣባቸው ሊከላከል የማይችል ወይም ቢነቅፉት ደግሞ እነሱም መጉዳት የማይችል مالا ينفعهم لو ارادوا النفع ولا يضرهم اذا عصوه ቢያምጹበት አንተና ንገዛም ቢሉት መቅጣትና መጉዳት የማይችልን አካል وكان الكافر على ربه ظهيرا كافر بقيت أولاي يا شيطان أقار ويم قبراب برنو أي عونا للشيطان على حزب الله أنه تفسيرهن بمؤمن وجل أي شيطان يقزال مؤمن وجل أن يتقادقمو يا الله تألاتنا ويدقمو على معصية ربه مالا الله سبحانه وتعالى لما ونجل كشيطان قارا تباباريهون المالا ሸይጣንን ጌታ አድርጎ ስለያዘ ጌታዬ ነው ብሎ እንኳን ባንደበቱ ባይናገር አለም አህድ ኢለይኩም ያ ባኒ አደም አላ ተዕቡዱ ሸይጣና እነሁ ለኩም አዱው ሙቢን ወተኸዙ ምን ዱን ኢላሂ አሊሃተን ለዓለሁም ዩንሰሩን ላ ያስተጢዑነ ነስረሁም ወሁም ለሁም ጁንዱ ሙህበሩን ከአላህ ሌላ አማልክቶችን እርዳታ ያገኙ ዘንድ በማሰብ ያዙ ራሳቸውን መርዳት አይችሉም አምላኪዎቻቸውንም ማምለክ መርዳት የማይችሉ ናቸው ይላል قال مجاهد وكان الكافر على ربه ظهيرا قال يظاهر الشيطان على معصيه الله تبارك وتعالى هنم يكاد يامص يمص يامنم يمن يانت يسرا درشا من اندهونه كن لنكره وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا
አብሳሪ እና አስተንጋቂ ብቻ አድርገን ይላክነህ مبشرا للمؤمنين بان لهم الجنه للمؤمنين جنه እንደምትጠብቃቸው እንድታበስር ونذيرا للكافرين بان لهم النار ካዲያን ደሞ ቁጣት እንደምትጠብቃቸው ነገራቸው ለመሆኑ አንተ ወደዚህ ቀና መንገድ ስትመክራቸውና ስትጠራቸው ምን ፈልገህ መስሏቸው ነው ጥቅም ይፈልጋል እንግዲህ ሙሽሪኮች ነብዮችን የሚተቹበት አንዱ ይሄ ነው ስልጣን ፈላጊዎች ናቸው يريد ان يتفضل علينا الى ታዋቂነትን ሽተው ነው ይላሉ ነብዮች ደግሞ ምንም ነገር ከሰው የሚፈልጉት ጥቅም የላቸው እያንዳንዱ ነብይ ታሪክ ስናነብ ሱረቱ ሁድን ብታዩት قل ما اسالكم عليه من اجر ما اسالكم عليه من اجر ما اسالكم عليه مالا كنا انت كفيال طيقم ገንዘብ አልፈልግም እያሉ ነው የሚናገሩት ነብዩ صلى الله عليه وسلم እንደዚሁ እንዲሉ ታዘዙ قل ما اسالكم عليه من اجر اي على هذا الابلاغ والانذار ይሄን መልእክት በማደረስና በማስጠንቀቂ ከናንተ በኩል መፈልገው አንዳችም ነገር የለም ታዲያ ለምንድነው ካላችሁ الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا لكن من شاء الا بمعنى لكنات ወደ ጌታው ቀና መንገድ ይዞ ለመጓዝ የሚፈልግን ሰው እሱን አከራዋለሁ አስተምራዋለሁ የኔ ስራ ይሄ ነው لمن شاء منكم ايستقيم ቀጣ መንገድ ለማያዝ ለሚሻ ሰው ብቻ ነው የኔ ስራ ድርሻ دعዋ ይሄ ነው በላቸዋል ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون الى البليله ما لمهونو انت كفيات تطيقاتوا الله اندي اداو بطوباتو جاناو كبدن نو ميلوت غبر يسبسبك نو اندي علات ادا يطالكباتو نو واي ايدل النبي صلى الله عليه وسلم صدقه انكون ايبلوم صدقه صدق انكون بلو سيعزو ارس برسو امه اندي تتقاقم نو تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم نو لساتو حرام نو صدقه مبلا ተከልክሏል ለቤተሰቦቻቸውም ጭምር ህክማው ምንድነው ንሻኢበ ተጠለብ المنفعه ጥቅም ፈላጊ ናቸው ከሚል ብጅታ ሰው እንዲጸዳ ምክሩ ለሰው ተቆርቆሮ ብቻ የሚደረግ መሆኑን እንዲረዳ ሽቶ ነው رب العالمين እየተቸገሩም እየተራቡም ሰደቃ መብላት ይከለከላቸው ማለት ነው وتوكل على الحي الذي لا يموت ይጎዱኛል ብለህ ምትፈራ ከሆነ ደግሞ በዚያ በማይሞተው ህያው ጌታ ተመካ ሌላው የቱንም ያህል አቅም ቢኖረውም ራሱ ጠፊ ነው والجن والانس يموتون ያልቃሉ ያንተ ጌታ ግን ህያው ዘላለማዊ ነው هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم የመጀመሪያው የመጨረሻው ግልጹም ስውሩም እሱ ነው ረቂቅ የሆነ ጌታ رب العالمين الله سبحانه وتعالى ስለዚህ በሱ ተመካ ከነሱ በኩል የሚሰነዘር ቅጣት እንደማይደርስብህ ተማመን ያ አዩሃ الرسول بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله ከሰዎች ቅጣት ወይም ቅጣት አንተን ይጠብቃል وسبح بحمده لا درجلن ጭሎታ ደግሞ ከመስጋናው ጋራ ይያቀላቀልክ አጥራው ነብዩ صلى الله عليه وسلم ሶላት ሲሰግዱ سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده يلو نظر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يلو نظر كما في حديث عائشه عند البخاري ايهنن تكباراو يادرغو نو مالا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا الى البليل الايه وكفى به بذنوب عباده خبيرا የባሪያዎቹን ወንጀሎች ደሞ ውስጡን በማወቅ በኩል በሱ ይብቃ አንተ ምታያቸው ገሃድ ነገሮችን ብቻ ነው እንጂ እኔ ደግሞ አንተ ያላወቃቸውም ነገሮች አውቃለሁኝ ለማንኛውም ከኔ ያመልጡም ፈዘርኒ ወልሙከዚቢን ኡሊልናዕማ አስተባባይ ቅንጦተኞችንና እኔ እንተወን እንገናኛለን ወማሂልሁም ቀሊላ ኢነ ለደይና አንካለ ወጀሂማ እግር ብረት አለን ጀሃነም አለን ማሰሪያዎች አሉና ይዞህ አትጨነቃለ ረብ አልዓለሚን كني الله قدره على درس منا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ما انه سبلو ميتيك الله هنم سماياتن مريتننا بمكاكلاچو يالو نغروچن بسدست كن ادمي وست ياتناقق جيتا نوال كسدست كن بتاچن بالله كسكوند بانسم مفطر يخلال رب العالمين گنت بو هو نو يهنن ادرغوال يهن بمسراتم دگمو يتسماني دكام يلم يلا ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب دكام على غاتمن ميونه تنش بيت سرتا انت گلبته هيز لفلفال ويم تنش نگر تشكمه تودقال رب العالمين گنين كله كون يفطر ياستنابر ايدكم مال
ثم استوى على العرش كعرش بلا يهونال عرش يعلم طاريان سقف المخلوقات رب العالمين دمو كذا كله بلاي حيالنته لما سايتنا هو ان فوقهم قاهرون له بمن ملكو نو كعرش بلا يهونو ايه كاقماچن بلاي كاقماچن بلاي من طرارات دمو لمودق قالو نه بستقر وطيف لا يدرسن لذلك سلفوج من الدنيا يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والصلاة عنه الله كعرش بلاي مهونو يتاوكاش هون يتاو اي يتاوكم لذلك قد دالاي مفلافل بدعانون فاسأل به خبيرا سلسو وستاواكين تأييك عنه الله معلم الذي لا تخفى عليه خافية خبير الصنع ከሱጪ ማንንም ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጥ የሚችል የለም ያ ኸቢር ደግሞ ማን ነው ካልክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ራህማን ነው ስለዚህ ሙሽሪኮች ለራህማን እንዲሰግዱ ተጋብዘዋል ኡስጁዱ ለራህማን ተብሎ ሲነገራቸው ግን ራህማን ደግሞ ምንድነው ራህማን ማዕናው ከብዷቸው ያ አላህ ሲፈት መሆኑንም ስተውት ሳይሆን ትዕቢትና ዒናድ ነው حق لا لمقبل يمادرغوت مدرك رغ موسيلما ميبال عند نبي ينين تبيي حسثنيا نبي بنجد اكبابي وتو نبر مجمريا لاي رسول نيا لا تنش قيتو دغمو رحمان نيا لا سوره سما نفسه بالرحمن فلذي قريشوج منالو ما نعرف الا رحمان اليمامه يا ذا يماما اكبابي الله الرحمن نو منا وقول اسو سجد نو اندمتلن انا سجد لما تامرونا ياوقو نو ميو لمهونو صلى الله سبحانه وتعالى تياكي من نساتي سيقبوال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض سماهي مدرني فتر قيتا إميات تراتر نقر نورونو متأيكتن نجي سووج وزادهم نفورا يمي متعلات شو قصاتي يمي مدرسات شو مكر قلو مبرقق إنما شفت البكتان يجمرات شو إلال عياذا بالله من شرهم.